السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على بارازايت جديد اسمه ترايكينيلا سبايرالس. ترايكينيلا سبايرالس ده يونيك بارازايت، في كرايتيريا احنا ما قلناهاش في اي بارازايت تاني قبل كده، اهمهم ان هو عايش الادلت في السمول انتستن، واللارفا بتاعت نفس البارازايت عايشة في المسلز في نفس الهوست، فالهوست في الحالة دي act as intermediate and definitive host. الديسيز اللي هي بتعمله اسمه تريكينوزيس او تريكينيلوزيس، والديسيز ده بيبقى كوزموبوليتان ان جيوغرافيكال ديستريبيوشن بات نوت مور كومن في التمبريت زون وير بورك ميت از ايتن، لان هنقول دلوقتي ان البورك ده واحد من الهوست. المورفولوجي بتاع البارازايت ده له 2 ستيجز بس، الادلت واللارفا، وطبعا الادلت زي كل النيماتودز سيبريت سكس ميل اند فيميل. هي بارازايت الادلت بتاعتها صغيره جدا، لها سلندر انتيرير اند وسيلولار اسوفيجس. الفيجر اللي فوق ده ريبريزنت الادلت ترايكينيلا سبايراليس، ايه ترايكينيلا سبايراليس فيميل، دي بتبقى 3.5 مللي ان لونج، لها بوستيرير بلانت اند وان سيت اوف جينيتاليا والفالفا اوبننج ات ذا انتيرير فيفث اند ذا ريست اوف ذا بودي. والفيجر بي ده الميل، والميل بيبقى اصغر في الحجم 1.5 مللي، البوستيرير اند بتاعته لها 2 كودا، اللي هي اللي تحت دي لها 2 كودا الابندجز وان سيت اوف جينيتاليا. الفيميل بتاع ترايكينيلا سبايراليس غير كل الفيميلز بتاع النيماتود اللي قلناهم قبل كده، الفيميل دي مش بتحط اكس، نوت لاينج اكس، دي لاي لارفي، بتحط لارفات، وعشان كده بنسميها فيفي بيرس، فيفي بيرس، عشان كده بنسميه الترايكينيلا سبايراليس ادلت فيميل فيفي بيرس نوت اوفي بيرس زي باقي النيماتودز. الصوره اللي على الشمال دي فيها اجزاء من الماسلز اللي موجوده فيها اللارفا، ولارفا بتبقى كويل زي ما احنا شايفينها، دي بتبقى جزء من الماسل بتعمل له كومبريشن من 2 سلايد. اللي على اليمين ده هيستوباثولوجي سيكشن في ترايكينيلا سبايراليس انسيستد لارفي ان ماسل. هنتكلم على اللايف سايكل اوف ترايكينيلا سبايراليس. ترايكينيلا سبايراليس دي زي ما انا قلت في الاول ان الاثنين ستيجز بتوعها الادلت واللارفا موجودين ان ذا سيم هوست، الادلت عايشه في السمول انتستين واللارفي عايشين في السكليتال ماسلز. مين الهوست بقى اللي موجود في الاثنين ستيجز دول؟ المان والبيجز والراتس، مان بيجز راتس، راتس رودنتس عموما يعني راتس اند مايس. كل هوست من دول فيه الاثنين ستيجز دول، في الادلت في السمول انتستين واللارفي في السكليتال ماسل، فكل هوست من دول ريبريزنت ديفينيتيف اند انترميديت هوست. الدياجنوستيك ستيج هي الانسيستد لارفي ان ماسل، والانفكتيف ستيج هي الانفكتيف لارفي، بالنسبه لنا طبعا احنا مش هناكل الفئران، فبالنسبه للانسان الانفكتيف لارفي ان بورك ميت. المود اوف انفكشن انجيشن اوف اندر كوكد بورك ميت كونتيننج انفكتيف ترايكينيلا سبايراليس لارفي. اللايف سايكل هتبدا بان احنا هناكل بورك ميت اندر كوكد فيه الانسيستد ترايكينيلا سبايراليس لارفي. جوه الاستومك هيحصل ديسوليوشن للكبسول اللي حوالين اللارفا وريليز للارفي اللي موجوده جواها، اللارفا توصل للسمول انتستين تعمل الاربعه مولز في السمول انتستين وبعدين ماتيور انتو ادلت ميل اند فيميل ترايكينيلا سبايراليس. في بتدخل بقى الادلت دي بتعمل انسينيويشن لنفسها في الميكوزا ويحصل كوبيوليشن في خلال 30 ساعه من الانفكشن، وبعدين الميل بيموت وترايكينيلا سبايراليس فيميل هي اللي بتكمل. الفيميل بتبدا تحط اللارفات ابتداء من خامس يوم، تبدا تحط اللارفا اللي احنا في الحاله دي بنسميها نيو بورن لارفا، اللارفا الجديده اللي لسه طالعه دي بنسميها نيو بورن لارفا، الفيميل في في بيروس اند لاينج لارفي، اللارفي اللي خارجه اسمها نيو بورن لارفا. النيو بورن لارفي اللي موجودين دول الفيميل بتحط حوالي 1500 لارفا في خلال اللايف سبان اوف ذا فيميل اللي هي ممكن توصل لشهرين. طيب وبعدين اللارفي اللي موجوده دي بقى بتعمل بنتريشن للوول بتاع الانتستين وتدخل على السيركيوليشن، الدم يشيل اللارفات دي كلها ويعمل لها ديستريبيوشن في كل البادي اورجانز، اي مكان بيوصل له الدم ممكن توصل لها اللارفات اللي موجوده دي.
لكن في اي مكان تاني غير السكليتال ماسلز اللارفا دي بتموت وبتتحلل داي اند ديسنتجريت. المكان الوحيد اللي بتكمل الديفلوبمنت بتاعها فيه هي السكليتال ماسلز. سكليتال ماسلز يبقى السيركيوليشن هتشيل كل اللارفات اللي موجوده وتوديها تعملها ديستريبيوشن في كل اجزاء الجسم. في المكان الوحيد اللي اللارفا دي هتكمل الديفلوبمنت بتاعها هي السكليتال ماسل. اذروايز في اي اورجان تاني اللارفا داي اند ديسنتجريت وتعمل بس لوكال انفلاميشن مكانها وخلاص. طيب لما توصل الماسل بقى هتعمل ايه؟ لما توصل الماسل هتعمل بنتريشن لي او بوروينج للماسل فايبرز وتتكون حواليها كبسول. اللارفا دي بتبقى اول ما نيوبورن لارفا دي بتبقى في بدايتها 100 مايكرون وبعدين بتوصل لحد 1000 مايكرون اللي هو ملي. وبعدين بتبقى 100 مايكرون وتوصل ل 1000 مايكرون، المايكرون ده اللي هو ملي. الكبسول ذات نفسها بقى نص ملي، فعلشان كده اللارفا اكبر من الكبسول اللي بتتكون، فاللارفا بتبقى كويلد بتلف حوالين نفسها جوه الكبسول، فبتبان في الاخر بالمنظر اللي احنا شايفينه في الماسلز ده. طيب اللارفا دي بتفضل موجوده في الماسلز قد ايه؟ بتفضل موجوده طول ما الهوست عايش، هي موجوده وعايشه. بعد فتره طويله مثلا ممكن توصل لست شهور لحاجه، ممكن يبدا لها يبدا يحصل كالسيفيكيشن في الكبسول. بيجيننج بيبدا من عند البولز اللي موجوده توارد ذا سنتر، لكن هي ممكن تفضل عايشه لحد اكتر من 10 سنين كمان. تمام. طيب ايه الكلينيكال مانيفيستيشنز او الكلينيكال اسبيكتس اللي هيجي البيشنت يشتكي منها؟ اولا احنا دلوقتي عندنا ثلاثه ستيجز. اللارفا اول ستيج فيها الادلت لما كانت موجوده في السمول انتستين وحصل لها المولتنج وبقت موجوده في السمول انتستين. تاني ستيج اللارفات لما خرجت من الانتستين وعملت مايجريشن في السيركيوليشن. تالت ستيج لما وصلت للماسلز بقى. اول ستيج اللي هو الاسبوع الاولاني من يومين لسبعة ايام دي موجوده الادلت في الانتستين وعامله انفيجن للانتستينال ميكوزا. لو هم عدد قليل بين اللارفات بتبقى اسيمتوماتيك، اذروايز بريزنتد زي اي بارازايت في السمول انتستين، ابدومينال بين، نوزيا اند فوميتنج. وبعدين بتبدا الفيميل تحط اللارفي ابتداء من خامس يوم واللارفات تعمل مايجريشن في السيركيوليشن. فبنبدأ تاني ستيج اللي هي ستيج اوف مايجريشن، والمايجريشن ده اللي بتعمله نيو بورن لارفي. النيو بورن لارفي دي لها زي سبير شيب او جزء مدبب كده عند الانتيريور اند بتاعتها، بتعمل انجري في الوول بتاع البلاد فيسلز. والانجري في الوول بلاد اوف بلاد فيسلز ده كل ما تمشي فيهم تعمل انجري فيه، فبيبقى بريزنتد بفيفر بإديمة especially في البري اوربيتال حوالين العين وفي الفيس فيشيال إديمة ومصل بين سبلنتر هيموريدج اللي هو البين اندر ذا نيلز، هوريكم صورة دلوقتي، او في تحت الكونجنكتيفا سب كونجنكتيفا الهيموريدج. ممكن لو وصلت بقى للبرين او تعمل انكيفالايتس، لو وصلت للهارت تعمل مايوكاردايتس، في البريتونيوم تعمل بريتونايتس، وطبعا في تيشو رياكشن بيعمل ايزينوفيليا. و في الستيج دي ممكن البيشنت يموت بسبب المايوكاردايتس بالمايجريتنج لارفي اللي موجوده دي والانفلاماتوري انفلتريشن اللي هيحصل حواليه. الصوره اللي فوق ده دي صوره للسبلنتر هيموريدج اللي هو الهيموريدج اندر ذا نيلز او في النيل بيت زي اللي احنا شايفينه اللي قدام النقط اللي تحت الضافر دي. الصوره الثانيه بيري اوربيتال ايديما، والصوره الثالثه سب كونجنكتيفال هيموريدج. كل دول بيحصلوا في اني ستيج؟ في الستيج الثانيه اللي هي ستيج اوف مايجريشن باي ذا نيو بورن لارفي. الستيج الثالثه بقى اللارفا بتوصل للماسلز سكليتال ماسلز. وليش معنى السكليتال ماسلز؟ لانها اكتر ماسلز بيوصل لها مور اكتف، فبيوصل لها بلاد سبلاي كتير. طب ايه هم اكتر ماسلز موجودين عندنا اكتر موست اكتف ماسلز؟ طبعا الريسبيراتوري ماسلز، الديافرام والانتركوستالز. احنا مبطلش كلام فيبقى التانج، ومبطلش اكل فتبقى المسيتر ماسلز. طبعا اللارج ماسلز زي الدلتويد والجاستروبنيميس كل دي الاكتف ماسلز اللي بيبقى البردن اوف لارفي فيها اكتر من بقيه الماسلز. لكن طبعا اي سكليتال ماسل هي ممكن تروحها وممكن تكمل الانسيستمنت بتاعتها.
لما بتوصل بقى اللارفا السكليتال ماسل بتكبر في الحجم من ال 100 مايكرو الاولانيين للملي، ويتكون حواليها الكبسول، فبتبقى اسمها انسيستد تراكينيلا سبايراليس لارفي. في الستيج دي بقى البيشنت بيشتكي من فيفر سيفير ماسل بين، الاول ماسل بين بيبقى مع الحركه، وبعدين بعد فتره بيبقى حتى اون ريست لدرجه ان هو ممكن ما يقدرش يتكلم ولا يفتح بقه ولا يتحرك اصلا من السيفير ماسل بين. فيها ممكن يبقى فيها سويلنج للماسلز، وبعد فتره لو جت في الانتركوستال ماسلز وفي الديافرام بيبقى فيه difficulty of breathing, swallowing, diplopia and muscle pain, loss of weight. والسيمبتومز دي ممكن تكمل اسابيع، وفي الحاله دي وبعدين الديس ممكن يحصل بسبب الهارت فيلير، respiratory complication, توكسيميا and kidney malfunction. الكومبليكيشن اكوردنج للاورجان اللي هي هتوصله، لو هي وصلت للهارت هتعمل مايوكاردايتس وهارت فيلير، لو وصلت للبرين ممكن تعمل انكيفالايتس ومننجايتس، كرينيال نيرف بولسي، للكيدني هتعمل نيفرايتس اند كيدني دامج، ممكن تعمل اي ليجن في الريسبيراتوري سيستم، نيومونيا، بالمونري انفاركشن، والمايجريشن باللارفي دي ممكن يعمل سيبتسيميا. ازاي نشخصها؟ الدياجنوزس كلينيكال اند لابوراتوري. الكلينيكال دياجنوزس بالهيستوري اوف جاسترو الترياد، ثلاث حاجات، الجاسترو انترايتس اول حاجه اللي هو الاسبوع الاولاني، البيشنت هيقول انا من كلت بورك ميت وبعدها جالي كذا يوم جاسترو انترايتس، وبعدين في المايجراتوري ستيج بقى فيفر وايديما ومايالجيا، فده سجستيف لان الكيس دي تراكينيلا سبايراليس انفكشن. طيب اللابوراتوري دايجنوزس دايركت او اندايركت دايجنوزس. الدايركت دايجنوزس في اول اسبوع ممكن نلاقي ايه؟ ممكن نلاقي اللارفا او الادلت بس رير، ممكن نلاقيهم في الستول اكزامينيشن. طيب ابتداء من تاني اسبوع ممكن نلاقي المايجراتوري لارفي دي في اي بودي فلويد، فممكن نشوفها في البلاد، في اليورين، في الميلك، في اي سكريشن. ابتداء من الاسبوع الثالث ممكن بقى نبدا نشوف اللارفات اللي وصلت في الماسلز، فلو خدنا ماسل بايوبسي عينه من الماسل نير ذا تندون ونعملها كومبريشن بين اثنين سلايدز، هنلاقي كويلد لارفي زي اللي موجودين قدامنا دول، او ممكن نعمل دايجيشن للماسلز دي بماده زي حمضيه اسمه الاسيد بيبسين. الاسيد بيبسين ده بيعمل ديسوليوشن للماسلز للكبسول اللي حوالين اللارفا، ولايبريشن لللارفا بيخرج اللارفا من جوه، فممكن نشوف اللارفا اللي موجوده دي، او نعمل حاجه اسمها زينو دايجنوزيس. زينو كلمه زينو دي ريتنج للانيمال، دايجنوز تشخيص، يعني هنشخص الانفكشن باستخدام انيمال. السسبكتد ماتيريال اللي البيشنت قال ان هو اكلها البورك ميت دي ممكن ناكلها للابوراتوري بريد ريتس او مايس، وبعد شهر نذبح الريت ده وناخد اي ماسلز من اللي موجوده بقى جوه، اي ماسلز بتاعت الريت دي، ونعمل لها بايدو دايجيشن بالاسيد بيبسين سوليوشن ونشوف اللارفات اللي موجوده منها. او يبقى اندايركت دايجنوزس، وده اللي اسمه اميونو دايجنوزس. قدامنا ان احنا ناخد عينه من السيرم بتاع البيشنت، وده يبقى سيرولوجيكال تيست وبوزيتيف بعد من 3 ل 4 اسابيع بعد الانفكشن، ونعمل لها اليزا اندايركت اميونوفلوريسنس او اندايركت هيماجلوتينيشن تيست فور اميونوجلوبولين، او ان احنا في الاسبوع الاولاني لما كانت لسه اللارفات دي موجوده في الادلت موجوده في الانتستين ممكن ناخد ستول اكزامينشن نعمل ديتكشن فور كوبرو انتيجين، وده طبعا بيساعدنا جدا في الايرلي دايجنوز اوف تراكينيلا سبايرلز. اذر انفستيجيشنز زي الايزينوفيليا، ابتداء من الاسبوع الثاني بتبدا الايزينوفيلز تزيد وبتوصل للماكسيمم عند ثالث او رابع اسبوع بوست انفكشن. السيرم ليفل اوف ماسلز انزايم اوف ماسل انزايمز برضو بيزيد زي الكرياتينين فوسفوكاينيز او اللاكتيد دي هيدروجينيز، نتيجه للانجري اللي اللارفات اللي موجوده دي بتعملها في الماسلز. نعالجها ازاي؟ اولا البيشنت ده عنده سيفير بين، ففي سيمتوماتيك تريتمنت، نديله بيد ريست، الكترولايت بالانسد فلويدز، نديله انالجيزكس عشان السيفير ماسل بين والهيدك، نديله كورتيكوستيرويدز علشان نقلل الانفلاميشن خصوصا لو في مايوكارديتس او في سي ان اس انفيجن،
والانتي هيلمنتيك دراجز اللي ممكن نستخدمها هي الميبندازول والالبندازول، دول الدراج اوف تشويس علشان بيموتوا النرفات اللي موجودين في المسلز بنسبة مش كلهم. بريفنشن اند كنترول، ازاي هنعمل بريفنشن للبارازايت ده؟ اولا الانفكشن جه منين؟ الانفكشن جه من ان البيشنت كان انفكتد اندر كوكد بورك ميت، يبقى الكوك البورك ميت دي جواها الانفكتد لارفي، محتاجين ان احنا نعمل لها بروبر كوكينج عند على الاقل 77 ديجري، او نعمل لها فريزنج مده طويله 20 يوم مثلا عند ماينس 15 او 24 ساعه عند ماينس 18 عشان نموت اللارفات اللي موجوده جوه الماسلز. دي اول حاجه. في بعض البلاد بتسمح بالإراديشن اوف ميت وده برضو بيموت اللارفات، في بلاد تانية لا تسمح بالإراديشن اوف ميت. بروبر بريدنج اوف بيجز اللي احنا هناكل الميت بتاعتهم دي، استرالايزيشن، انتي رات ميجرز عشان اللارفات ما توصلش لي اللارفات ما توصلش للميت. وطبعا لما نذبح البيجز بقى في السلافتر هاوسز ان احنا لازم نعمل لها بروبر انسبكشن، يعني ناخد عينه من اللحمه بتاعت البيجز دي ونفحصها نتاكد ان هي سليمه بميكروسكوب بسيط جدا زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بنعمل كومبريشن لجزء من الماسلز اللي موجوده من اللحمه بتاعت الميت دي ونفحصها بالميكروسكوب ده، لو لقيناها ما فيهاش الترايكينيلا سبايراليس لارفي تبقى دي لحمه صالحه للاستخدام، لقينا موجوده فيها المفروض انها تتعدم وما حدش ياكلها. يعني الميكروسكوب الصغير ده اسمه ترايكينوسكوب. اتمنى ان يكون الترايكينيلا سبايراليس ده بارازايت بسيط وفهمت كل حاجه فيه، واي سؤال طبعا تحت امركم. ثانك يو.